هيك لكن. طيب ماشي ماشي. عرفان ما راح لعند النائب العام. شو؟ كيف يعني ما راح؟ ما قدم إفادته ولا اعترف بشي. شو هالحكي هاد؟ ابنه بين ايدينا، انت شو عم تحكي؟ ما عمل شي سليمان بيك. ماشي فورا ركان بيك. شو في؟ الو بابا، شو قدم افادته؟ لا ما قدم افادته ولا اجا، يعني ما استفدنا شي. شو يعني ما اجا؟ يعني ما فيني اطلع من هون. عرفان لو نفذ كلامه كنت طلعت. وانا شو بدي اعمل بالصغير؟ اسمح لنا شوي بس. انا ما قلت لك خلص على الولد اذا عرفان ما عمل مثل ما بدنا؟ قلت لي وهددته بحياة ابنه. معناها اعمل المطلوب. بابا أنا بعرف شو المطلوب، بس هذا ولد. أبوك وين؟ ما بده ينقذك؟ هلأ بيجي وشوف. بيجي الله ينتقم من أبوك وينتقم من أبي أنا كمان. ما تحكي هيك عنه، أنا بحبه. دير وشك، ديره، تعال هون، يلا تعال تعال وقف. طيب لوين رايحي؟ بعد شوية بتعرف لحالك. ألو عرفان، شلونك؟ شو صار معك؟ طمني. حضرتك مرتو؟ عرفان زوجك شي؟ زوجك صار معه حادث ومن شوي اسعفوه على المشفى. كيف؟ حادث قصدك بالسيارة؟ الو؟ وقف وقف اخي، وقف وقف، انتظرني شوي وبرجع لك. ماشي؟ طيب حاضر. تعال خذ. أنا بتصرف يا بيك. تعال هون يا ولد. ركان، ركان وينك؟ أنت عم تسمعني؟ إيه سامعك. شوفي، أنا سمعت باللي صار مع أبوك وحبيت أتصل فيك مشان أطمن عليك، لأنه اللي صار مو سهل. إيه في سوء تفاهم، وبابا رح يطلع عن قريب. عائشة أنا هلأ ماني فاضي، نحكي بعدين ماشي؟ لا ركان اسمعني بس دقيقة. تتذكر مرة طلعت أنا وياك تعشينا سوا وبهداك اليوم أنا قلت لك إنك ما بتشبه أبوك بنوب؟ ركان أنت عن جد ما بتشبه أبوك أبدا. هلأ صح أنا ما عرفته منيح لسليمان بيك، بس بعرفه متأكدة كتير إنك ما بتشبه أبوك. عائشة شو خطر لك هلأ؟ أنت شو بدك؟ على فكرة وأنا كمان ما بشبه أبي بنوب. ضليت طول عمري أعمل كل شي بده إياه. لك ما في مرة بحياتي خليته يزعل مني وما غلطت معه أبدا. وحبك طيب؟ لا ما حبني، لأنه الحب ماله بهالطريقة. عائشة ليش هلأ أنت عم تفتحي لي هيك موضوع؟ ما عن جد ما بعرف، حسيت أني لازم أفتح. مثل ما سمعت أنه أبوك بالسجن حبيت أحكي معك وأقول لك إحساسي. بتعرف دائما كل الناس بتوصينا أنه ما نخالف كلام آبائنا ونوثق فيهم، وأنه آبائنا دائما بيحكوا الصدق، بس هالشي ما له صح.
أنا بعمري ما حسيت أبي قريب مني ولا قدرت أوثق فيه. مشان هيك عدت حساباتي بهالكلام وفكرت فيه منيح. أنت مالك مثل سليمان بيك رجل مافيا يا ركان، ومالك مضطر أبداً تكون مثله. وقف 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 محمد، محمد محمد وقف 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 وقف. وينك محمد؟ وينك محمد؟ ريان، ريان، وينك؟ ريان، 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 ريان. بابا تعال وقف وقف. انت منيح؟ يلا تعال معي، تعال يلا خلينا نروح البيت. ريان اهدى اهدى عرفان، روق، كل الامور منيحه. لقينا ريان، عمران رح يجيبه ويجي. وانت شو عملتي؟ خبرتي حدا؟ لا ما خبرت حدا، اطمن لا تاكل. الحمد لله يا ربي. انا اتصلت بركان. الف الحمد لله، الحمد لله والشكر لك يا رب. ألو، معناها قدرت لحقاك قبل ما تهرب. وضعي هلأ ما بيسمح أني أحكي. إمتى ما بتكون مشغول؟ أنا بتصل فيكي. عرفان، شو قصته هاد؟ هاي آيلة. أي بعرف. ما فهمت. بعرف إنه آيلة. فكرتيني حالة مو منيح، ما هيك؟ يعني هلأ بهمك عن جد شو أخذي انطباع عنك؟ رح أحكي مع سادات مشان يضيف قضية ريان على ملف سليمان. بلا ما تحكي معه، ما بدي حدا يعرف بالموضوع. هذا الزلمة خطف ابنك عرفان. مو قلتي لي إنه ريان منيح وبعد شوي رح يجي لهون؟ شو مشكلة سليمان معك؟ شو اللي طلبه راكان منك لحتى يترك ريان؟ بده مصرياته، هذا هو كل شيء بده اياه. نهال لو سمحت اتركيني حل هالمشكلة. ليش دقيت لي من الأول؟ شو كان بدك مني؟ هلا مو وقت نهال، وعد رح قلك بالوقت المناسب. بانتظار الوقت المناسب، اتفقنا. ارتحنا من واحد منه، على القليلة سليمان بين ايدينا. شو بتقول سيدي؟ رح ينحكين؟ لسه الامور ما بينت مزبوط. شو يعني؟ ممكن يطلع؟ معقول؟ يا بده ينام 20 سنة لحاله بالسجن، يا اما رح يبيعنا رفقاته ويطلع. برأيك ممكن يحكي؟ رح نجرب. ولا لشو قلنا كل هالوقت عم نركض وراه؟
هلا هو بالجابة، إذا مسكنا واحد أو اثنين من البقية كتير عار. إذا اعترف بيقتلوه؟ هو أدرى بهالشي. عملي لي قهوة سادة وخليها برغوة على الوش. لك أنت شو عم تعملي ببيتي؟ ولابسة؟ لابسة مجوهراتي القديمة كمان؟ أوه إيه عادي، ما أنت لزقتي بزوجي القديم وأخدتيه مني كمان وما حكينا شي. ليكي هلأ مزبوط، نسوان على طول كانوا أهم سبب بانهيار الإمبراطوريات العظيمة، بس إنه إمبراطورية سليمانيا ونجي ما تلقى معك نكشة يا حسرتي. أنا كنت متوقعة إنه هيك نهايته، بس ما كنت متخيلة إنك رح تقضي عليه بهالسرعة. أنت ما تركتي لي شي لأعمله. اللي عنده مرة مثلك وابن مثل راكان منيح يلي لساته عايش. ما هيك، أنا هالمرة رفعت عليه دعوة طلاق وتركت لك الميدان تسرحي وتمرحي فيه أنت وسليمان بيك، فالساحة ساحتك. أها، ولا تفكري إنه رح يسامحك على اللي عملتي، طمني أكيد في عقوبة محرزة كمان. طيب أنا بعرف كيف حل مشاكلي، أنت لا تاكلي همي، تفضلي من بيتي يلا. اطلع من بيتك؟ مين قال وفهمك إنه هاد بيتك؟ آه، لك التياب اللي لابستيها وحتى الحمر اللي على شفايفك كلهم من مصرياتي أنا إذا ما حدا خبرك. شو هاد؟ شو عم تعملي؟ طلعي مجنونة؟ تركيني يلا، تركيني. شو عم بتساوي يا مجنونة؟ حشتك لعب، أنا بورجيك ليش. الله ياخدك أنت وشغلك. الله ياخدك أنت وحدة غيرك غبي. أنا ما بسمح لك تطولي لسانك على حدا ببيتي. ما أخدتي درسك من كل يلي صار معي؟ أخدت على سيرة الدرس. فرجي درسك الأخير، رح تنقلعي من هون بالصرماي وقولي لعشيقك أعلى ما بخيله يركبه. أنا بورجيكم. تبليغ كأنه أمر إخلاء فوري. لك شو قدروا يعملوا شي البيت باسمك مو هيك؟ شو بيعرفني؟ بس هذا البيت هو الشي الوحيد يلي بقيلي، عم تفهميني؟ أنا ما ضل عندي شي بنوب، بدي أرجع أبدا من الصفر يا ديما. مسلمان بيك اللي عطاك إياه بعد ما تفجر مكتبك؟ بس فشروا يطالعوني خسراني هالمرة. محمد خانم شو صار؟ كان لازم نبعت التبليغ مع المحامي. لسانا بأول الطريق، المرة الجاية الشرطة رح تقلعها. بكرة بتشوفي كيف حتروح لعند سليمان ركض، وقتها منشوف مين رح يضحك ومين رح تسيل دموعه. وحدة غبية. ما قدرت، ما طاوعني قلبي اقتل الولد. ماني متفاجئ، بس هيك ما راح تبهدلني؟ ما رح تضرب يعني؟ ما بدك تبهدلني؟ قول 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 اني فاشل وما بنفع لشي، اني واحد جبان وما بنفع لشي. ليش ما عم تحكي؟ احكي احكي شي. ضرب اذا بدك، ضرب ضرب، بس اعمل اي شي، ما تسكت. ضرب، انا بستاهل انضرب. ضرب بابا، فيش خلاق فيني بابا. قلي اني غبي وجبان، قلي اني فاشل. ليش ما عم تضربني؟ ليش ما عم تقلي انه مانك زلمه؟ ما فيني اعتمد عليك بشي. ليش ما عم تضرب انت؟ هيك عم تعذبني. ليش ما عم تضرب انت؟ هيك عم تعذبني. شو اعمل؟ قلي بابا. ليش عطول انا فاشل بكل شي بابا؟ انا ليش ما طلعت مثلك بابا؟ انا ليش ما قدرت كون مثلك؟ شو اعمل بحالي؟ موت حالي ركان، موت حالي لحتى ارتاح ركان. بدي موت حالي وارتاح منك ومن العيشة بابا. كله تمام، ما في شي. روم معلش ابني، اهدى. طلع فيني، اهدى يا ابني. خلص لا تبكي، لا تعمل هيك بحالك. عم تسمعني؟ Thank you.
ما في حل تاني برأيك؟ لو في ما كنت كلفتك تعمل هيك، فكرت عرفان رح يعترف لأنه بيخاف كتير ومستعد يعمل أي شيء كرمال ابنه. خلص انت اهدى وروح هلا، تعال خلينا نقعد ونحكي. عود هون لشوف، يلا تعال. لو كنت مكاني بتعملها؟ يعني لو جدي طلب هالشي؟ ايه بعملها، وبدون ما يرف لي جفن. كنت بعمل اي شيء حتى ما يقول عني فاشل، منشان اكسب ثقته. ما هيك كنت رح احقد عليه كتير بعدين، لانه خلاني اتورط بذنب كبير. بس هون العبرة. يعني عرفان قد ما سوى وعمل، طالما ما قرب على حياتي او قرر انه يقتلني، فمستحيل قرب من ابنه ابدا. انت سويت الشيء صحيح. صار لي كم يوم بالسجن ما غمضت عيني، وحاسس اليوم عم يمرق مثل السنة، وكل الوقت قاعد وعم فكر. لا امك اجت لعندي ولا قايلة حتى فاتت من هذا الباب. يعني ابوك بلش يفكر بعد ما فات بيومين على السجن انه قضى كل عمره على الفاضي. مين ضل معي؟ الوحيد اللي اجا هو انت. ابنك اللي بتكرهه؟ ما حبيته. كلمة كره كبيرة، بس ما حبيته افضل. بدك اكذب عليك وقول لك انك مثلي؟ قل لك برافو عليك يا ابني وانت جبان وضعيف؟ ما ليش، مين بيحب هالصفات؟ انا عم حاكيك من تجربتي ومن الشيء اللي عشته يا راكان. برايك في انسان بيحب انه يشوف الشخص يلي بيحبه عاجز وضعيف؟ ليكك انت وحد وعاجز هلا، بس أنا كل يوم عم زورك. وين رجالك اللي دفعت لهم ملايين؟ ولا وين مرتك اللي ضليت أنت وياها 35 سنة؟ ولا وين عشيقتك اللي تخليت عن عيلتك ومرتك وابنك كرمالها بابا؟ ما حدا إجا غيرك. ولهيك هلأ شوف الوش المنيح من القصة. هذا درس مهم بحياتك ركان، ولازم تطلع بنتيجة من اللي صار. نتيجة شو؟ انت لازم تعمل قلعة ما حدا بيقدر يهدها، ولازم تصير جبل ما حدا بيقدر يوصل له ابدا، ولحتى ما نوقع من جديد. يلزمنا قوة وسلطة، معارف، واهم شغلة بتلزمنا المصاري. بس قبل، أنا لازم أطلع من هون وبأقرب فرصة. رح دور على حل ورح طالعك من هون بطمن. معقول هالحكي برأيك يا قوت بيك؟ سليمان بيك هو يلي هداني البيت بذكرى ارتباطنا، وكانت الأوراق كلها نظامية، وانت قلت لي وقتها انه ما رح نقدر نطالع الطابو لحتى ينباع كل المشروع، فكيف اجت مرته اليوم ورمت لي هالأوراق؟ عفوا منك، بشوفها بعدين. شو معنى هالحكي؟ تعرفي انه في دعوة طلاق بين سليمان بيك ونعمة خانو؟ بعرف. وصار مشكلة بتوزيع الأسهم. فهمت، واعطيني من الآخر، هاي المخلوقة بتقدر تطالعني من بيتي ولا لا يا قوت بيك؟ ممكن تقدر وممكن ما تقدر. هلأ ما فيني جاوب، مو أنا المخول أني أحسن بهالقصة. الجواب الشافي بتاخدي لما يصير الاتفاق بينه وبينا. ماشي، طالما الموضوع هيك ممكن تأمن لي مقابلة مع سليمان بيك، لازم شوفه. ينباع بالعزة، ما رح ساعده، وصدقني لو طالع بإيدي كنت بضربه كمان. أمي فكري فيها بهدوء، الكن متزوجين 35 سنة مو يوم ويومين، وزواجنا انتهى. هو خسرني من اليوم اللي اختار فيها ديك الحية. حل عني انت التاني، شغلي لفوق راسي. ومو خايفة تتشوه صورتنا قدام العالم؟
رح تتشوه أكتر من هيك برأيك؟ ما هي تشوهت والتعن أبوها. بعدين أنت شو مفكر؟ لما يطلع من السجن رح يرجع لعائلته مثلاً؟ لا، رح يركض ورا عشيقته الحقيرة. أمي أي عشيقة هي إذا ما زارته مرة واحدة بالسجن؟ المحامي هيك قال لي. أها ما تفاجأت بنوب أصلاً. حل عني ركان اللي فين مكفيني. ها لك راحي بروس مناخيري. أمي اليوم أنا اللي عم أطلب، مو هو. كل الشغلة كم تليفون بتعمليهم لمعارف، مع كم زيارة مثلاً، ما بعرف. المهم فيك تلاقي حل. هدول المعارف يا فهمان هنن ورثة المرحوم جدك. شوف بعد ما أبوك فات على السجن اللي بس مين من معارفه ورفقاته راح زاره بالسجن ولا حكى تليفون واحد كرماله؟ ما في غير أمك اللي عطته ما قصرت عليه بشي. وبالآخر شو؟ خلصنا راكان. حل عني بقى، يلا خليه عفن بالسجن، بلكي عقله بيرجع لراسه. إذا ما بدك تساعديها الشي بيرجع لي. أنا ما رح أتركه هنيك. لك الله يلعنك، الله يلعن ساعة اللي عرفتك. كان مزعوج كثير، بس يشوفك رح يفرح. كنت رح أتصل فيكي مشان تيجي تزوري. حضرتك بتعرف الموضوع ما كان سهل بالنسبة إلي، فحبيت أتأنى. بس بدي أسألك سؤال، يعني يا ريت تجاوبني بصراحة وما تقول له إني سألت. قديش في احتمال يطلع؟ نحن عم نحاول جهدنا، بس الوضع صعب. أقل شيء رح يضل 12 سنة. مفهوم. تفضلي آيلة خانم، أنا شوي وبيجي. حبي وشوقي مع غضبي وزعلي منك عم يتصارعوا جواتي. يمكن لو زعلي منك انتهى كنت أكيد فكرت إشي قبل هيك. بفهم إنه انتهى؟ ما انتهى وما بظن رح ينتهي، مشان هيك إجيت. كيفك؟ بالعادة لما الناس تضطر تهجر بيتها فالبيت بيفقد أصحابه وبيحس بالغياب، حتى السطح بيحزن، بيكبر العليق وبيمد على الحيطان وبيفوت التلج من الشباك والبيت كله بينهار. وهذا اللي عم يعيشه بهالمكان. العليق عم يغلف روحي، ولما تخطري انتي على بالي بصير منيح. واحيانا بحس السطح رح يوقع وبقعد فكر بالسبب يلي وصلني لهون وبصير اقوى. بتعرفي ليش؟ لانه كل اللي صار خلاني صلب، مثل الباطون ومثل الفولاذ. البناية صارت اصلب واقوى، وقبل ما انتقم من اللي وصلوني لهون وحاسب كل اللي عادوني ما رح اوقع، رح اصمد. سليمان انت وصلت حالك لهون بإيدك، معقول ما خطر لك ولا مرة انك ممكن تفوت على السجن لما كنت تهرب أسلحة؟ السبب الأول والأخير يلي خلاني أوصل على الحبس هو انت يا آيلة. سليمان حاجة تخدع حالك بقى، أنا وياك كنا منعرف شو نهاية الطريق يلي مشينا. المصايب يلي وقعتيني فيها كتيرة ولسه ما حاسبتك عليها. أنا يلي وقعتك بالمصايب برأيك؟ ها؟ كيف أنا يلي تحملت الأذية لأكتر حدا بيهمني بهالحياة؟ لأختي يلي دمرت مستقبلها؟ كيف أنا رجعت من الموت مرتين ومرتك حاولت تقتلني وقتلتني بكبريائي وقت سمعتني أوسخ كلام ممكن ينسمع؟ نحن الاثنين دفعنا من عمرنا ثمن غالي، وإذا أنا حرقت قلبك فلأنه أنا كمان قلبي احترق. آيلة، شو اللي جابك لهون بالضبط؟ فهميني، لا تنتقمي ولا لا تبرري. فكر شوي بس ورح تعرف كيف ما حسبت أنه بالنهاية آيلة خسرت كل شي بخصها، كل شي عن جد. مين بده ينتقم من مين برأيك؟ مرتك بعتت لي تبليغ لأطلع من بيتي بكل وقاحة. مع
معناها اللي جابك لهون نعمة، مو هيك؟ مزبوط، نعمة اللي جابتني، معك حق، وبدي توقيعك لأنه سليمان يلي بعرفه، أو بالأحرى يلي مفكرة حالي بعرفه، ما بيقبل ولا بيرضى إنه وحدة مثل مرته السابقة تقلعني من بيتي. طيب مو مشكلة، بس تجي بعدين بنبقى بنحكي بالموضوع هاد. بعت التبليغ بالإخلاء، بس نحن بنقدر نثبت إنه تاريخ البيع كان قديم. إذا حضرتك بتوقع بس على هالورقة، أنا بهتم بالبيع والبيت بيضل لأيلة. تركني من أيلة هلأ، بعدين منحل الموضوع. عرفان، بعرف شو عم تحاولي تعملي آيلا. لا تغلطي. أنا يلي ما أغلط، أنا مصدومة مو مصدقة. لك أنت كيف بتعملي هيك شي؟ بس اليوم لعبتك انتهت، ألعيبك كلها انتهت هالمرة، لأنه هالمرة ما في مزح. لعبت شو؟ ها؟ أنت؟ أنت بأي دنيا وبأي وهم عايشة؟ آه؟ مفكرة موضوع الأبوة مجرد لعبة بالنسبة لعرفان؟ ريان كل شيء بالنسبة لأبوه بالحياة، كل شيء. لك ريان مجرد كذبة كبيرة. كيف كذبة يعني؟ هي مجرد كذبة كبيرة، أنت اخترعتيها، عم تفهمي؟ أنت دمرتي حياته لهالزلمة من ورا كذبك عليه. حبيت عرفان من كل قلبي، حبيت عرفان أكثر من أي حدا بالدنيا وأكثر منك. أنا حبيته وعطيته عيلة وعطيته ابن كمان. لك عيلة شو هي اللي اخترعتيها؟ أنتي وحدة مريضة عن جد، أنتي مو بس كذبت الكذبة، لا ومصدقتيها كمان. يعني أنتي مفكرة حالك رح تكسبي عرفان هيك؟ آه؟ أنتي مفكرة رح تجيبي لحضنك إذا قلتي له؟ فكري شو رح يصير؟ عرفان بس يضرب موضوع ريان شو رح يصير؟ مفكرة رح يركض لعندك ويحضنك؟ إذا أنت بتخبريه رح يكرهك ويحقد عليكي، ومن هون لمئة سنة ما بقى يتطلع فيكي. طيب منشوف مين رح يكره مين يا عايدة. حبك هذا ما نوع حب، هذا هوس. أنت هلأ كرمال هوسك المريض رح تدمري حياة ولد عمره 8 سنين. انت ما شفتي يوم مثلي، الاب والابن عايشين كرمال بعض، كيف بدك تعملي هيك فيهم؟ كيف الك قلب تسممي حياتهم؟ عرفان رح يكرهني ويمحيني من حياته كلها، بس انت رح يضل يكرهك طول عمره يا آيلا، وما حيطلع بوشك مره ثانيه ابدا. يلا روحي، روحي وخبريه، اذا ناوية تخسريه طول عمرك خلص روحي وخبريه هلا آيلا. خير شوفي عايدة؟ آيلا خير، شو الموضوع؟ خلي عايدة تخبرك. عايدة شوفي شو عم تعملي هون. آيلة كان بدها تشوفك، وأنا كنت بدي شوفك كمان، نسيت تليفونك بالبيت. الله يخليك يا عايدة، أنا بشو مشغولة وأنت بشو؟ ما حلك تحطي عقلك براسك؟ عايدة طيب عمران، أنا رح أخذ المصاري، ما في تغيير بالخطة ما هيك؟ لا لا ما في أي تغيير. على اتفاقنا. ليك من هون لساعة بكون محل ما اتفقنا وبشوفك. بشوفك.
احترامي، بعد ساعة روح المكان اللي قلت لك عليه وبتشوف كل شي بعيونك. طلب دعم خفر السواحل. محمود وين صار؟ طلع من ترابيا من شوي. تمام، ليك خبروا الكل يكون جاهز. حاضر. خير سيدي. شوفي نهال وينك انت؟ ليكني اجيت، شو اللي صاير؟ فهمني، ما فهمت من جنار شي على التليفون. شوفي شو كنتي عم تعملي كل هالوقت ببابل؟ ضحك علينا كلنا مديرك المثقف. مين قصدك سيدي؟ مين مديري؟ مين بده يكون عرفان؟ هلا بشرح لك على الطريق. عمران بعتذر تأخرت. لا وأنا هلأ أجيت. إيه شو راح نساوي؟ وين اليخت؟ تعال. شو بدنا نحكي معه يعني؟ رح نتفق على قصة المصاري وبس؟ منشوف هلأ إن شاء الله ما نوقع بمشكلة جديدة، بس أنا هالمرة متوتر شوي. ما معنى وقت، تعال قبطان. نحن جاهزين طالعين بهاد؟ لا هاد بدنا نوصل فيه على اليخت بس. تعال يلا لا تخاف يلا. طول بالك. عمران امسكني. ولك شو عملت انت؟ ما عرفت تمسكها. يلا ركض ركض. وافوا وافوا انت وياه. وافوا. لوين رايحين يا زهران؟ لوين هربانين؟ ها ولك عمران، كم مره صرت عامل هالعمله؟ والله لحتى خلي ابوك يكسر عظامك. لا لا عمي ضربني انت، بس لا تقول شيء لابي الله يخليك. لا تقول لابي ببوس ايدك. عرفان شو عم تعمل مع هالازعر؟ انت ولد مربى ليش تمشي معه؟ ها انا يلي عملته، انا يلي كسرت البلور يا عمي. عم تقول هيك لتغطي عليه؟ ما هيك احكي الصدق احسن لك. عرفان حكيت الصدق، انا يلي كسرت البلور عمي. رح اشتغل عندك كل الصيف ببلاش لرجع لك حق بلورك. الله يلعنكم انتو الاثنين. وقف وقف. شوف يا عمران ليش يوقف؟ شوف يا اخي قصدي خفف شوي، رح نتأخر عن الموعد. معلش. ايه وين كنا؟ كنت عم قلك انه بعد ما نستقر منصير نزور بعض، بتجي لعنا وبنروح لعندك بس لنستقر بالاول. بصراحة عندي فضول شوف نادي الشاطئ اللي رح تعمله بعدين. اكيد رح تشتري سفينة حلوة وكبيرة، ما شرط تكون فخمة كتير وغالية، بس هيك بالريان شوي منروح نزورك وبنقعد هيك مع بعض مثل الختايرة ومنصيد سمك. انا بتخيل رح يشغلوني مزارع او عامل، يعني ما رح اوصل لمواصيلك بعد هلا. عرفان حط ببالك شي واحد بس، أكتر شي بهاي الحياة غالي بالنسبة لعمران هو صداقتنا وأخوتنا. هلأ إجا وقت الجد. عمران نفسه اللي قال هالكلام؟ ايه نعم، وقال عرفان كان عم يخدعه كمان. ما بصدق أبدا، يعني أنا إذا بشوف بعيوني مستحيل صدق هيك كذبة. ليش بقى؟ قديش صار لك بتعرفي انت؟ ما تخافي غير من اللي ببينوا طيبين. ايه مو مختلفين، وفي كمان عقل ومنطق. ليش سليمان كيف مسكنا سيدي؟ يعني لولا عرفان ما كنا قدرنا نمسكه بعدين. لو في هيك شيء انا كنت حسيت دغري. نهال في شاهدين بالقضيه، الاول عمران والثاني عرفان، وهلا عمران غير كل الافاده وعم يقول عرفان المسؤول، وقال خدعه كمان وانه اشترى الاسلحه من محمود، وعمران درب الموضوع بعدين. ونحن المفروض نصدق كل الكلام اللي قالوا؟ نحن ما منصدق حدا، منجمع أدلة وبس، وهلا بدنا نشوف بعيننا. يعني إذا محمود وعرفان عم يلتقوا فكلام عمران بيكون مظبوط.
أعطيني إيدك. تعال يلا. أنا معك. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتكم. حضرتك عمران؟ لا لا أنا عرفان، هذا عمران اللي حكى معك على الهاتف اليوم الصبح. حلو كتير هذا اليخت، ومبين إنه فخم. بس اللي بيهمنا فعلا ما يصير أي مشكلة مع الجمارك وإنه نوصل للمكان اللي بدنا نروح عليه بدون أي قلق. هذا المهم بالنسبة إلنا بكل الموضوع، مثل ما بتعرف. كم غرفة عندك بهي السفينة؟ في مجال نشوف؟ ما فهمت بس. تفضلوا. شو رأيك نحكي بموضوع المصاري؟ أخي عرفان بالأول خلينا نحكي بأمور الشغل. صحيح سليمان بيك اللي بعتها، بس مين بتكون أنت وشو بتشتغل؟ لهلأ ما عرفت. أوكي منحكي مو مشكلة، بس بخصوص سليمان مشان ما يصير عندك سوء تفاهم، رفيقي عمران أخذ رقمه من حدا تاني مو من سليمان. شو هالصوت؟ الشرطة معلم. شو عم تحكي؟ لا يا ندل أنت اللي شو دخلني؟ تعالوا هون ولاد. شو دخلني؟ أخي عرفان يا ريت لو كان في حل تاني. يا ريت لو كان في حل تاني. عمران عمران وينك؟ طلعوا بسرعة لفوق. طلعوا عمران. عمران سيدي. انت متاكد عن جد؟ انا ما بصدق انه عرفان مع محمود. خدي انت شوفي بعيونك. عرفان تونا سايغون. نهال شو عم تساوي على مالك؟ نهال شو عم تعملي؟ لحظة بس لحظة. انت متهم ببيع اسلحة مهربة. نهال اسلحة شو؟ انا شو دخلني بالموضوع؟ انا ما دخلني، انا مالي علاقة. لحظة شوي. يلا 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 بسرعة خدوه. بس لحظة لحظة، مو هيك الموضوع. نهال امشي لشوف. عمران لك يا عمران وينك؟ امشي لشوف. امشي بكي. انا ما دخلني. نهال روح لك امشي عمي. لك أنا ما دخلني. روح افتح الباب. إن شاء الله فهموني. نهال بسرعة. يا نهال في سوء تفاهم، فهمني غلط. عمران
وينك يا عمران؟ لك انا ما دخلني. لك امشي وحاجه طيب. عمران 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 قوم ولا فوت على البيت يلا. والله العظيم اذا حدا بيشتكي عليك برا تانية من الجيران راح اكسر رقبتك راح اذبحك يا عمران. عرفان تعرف انت اليوم انقذت حياتي، مو بس هيك طول الصيف رح تشتغل كله بسببي. الدخيلك شو هالمشكلة يعني؟ ما نحن اخوة، الواحد كرمال اخوه بيضحي بالصيف وبيضحي بالشتاء. نحن اخوة طبعا عطول من هلأ لحتى نموت. لحتى نموت. اسمعوني بس والله العظيم انا مالي علاقة، انتوا فاهمين غلط. عمران لك وينك يا عمران؟ عمران سليمان انت يلي ورطته؟ انا ما ورطته، هو الاسلحه شغلته، هو نصب لي فخ، انا اول مره بحياتي بروح على السفينه وما بعرف لمين هي، صدقني ما بعرف. واسلحه محمود كيف وصلتك؟ انا مالي علاقه بالاسلحه ولا بعرف منين اجوا، بحياتي ما اشتغلت هي الشغله. من امتى عم تشتغل مع محمود؟ انا ما بعرفه، عم اقول لك وهي اول مره بحياتي بشوفه فيها. اصلا ما كان لنا كم دقيقه بالسفينه لما اجت الشرطه، انا رحت مشان استاجر السفينه. اذا ما بتعترف تنسجن 20 سنه. ليش ما عم تصدقوني؟ مشان الله ليش ما عم تسمعوني يا جماعه؟ ليش ما عم تصدقوني؟ عم قلكم رحت لاستاجر السفينه وبس، سالت عن حدا بيأجر سفن دلوني عليه، فرحت لعنده وتعرفت على السلمه، اما شو بيشتغل ومين بيكون انا كله كنت ما بعرفه من قبل. كل هذا الكذب ما رح يفيدك. مبين انه بريء ومظلوم وما كان عنده خبر باللي صاير. نهال شبنا برأيك معقول المجرم يقول أنا مجرم؟ لك آخ منك يا بنتي، شو عملتي بحالك؟ قلتلك اتركي مسافة بينك وبين الناس مشان تضلك مرتاحة، هدول الناس مو أصدقائك، تتذكري؟ مرة دقلك وقلك بده يقلك شي ويعترف بشي كان. قلتلك راكان خطف ابنه كمان ما هيك؟ خيانة المافيا رح يكون إلى عواقب، وهي عرفنا ليش خطفوا الولد المسكين. بجوز هن خطفوه لحتى يهددوا أبوه، وبجوز هن اللي ضغطوا على عمران كمان، مو بعيدة لأنه سليمان ممكن يعمل أي شي. نهال شو هالحكي؟ انت شرطية وشكله ضحك عليك كمان بكذبه، وفرضا كلامه مظبوط ليش وقت خطفوا ابنه ما خبرنا؟ ما خوفه على حياة الولد طبعا. عال وخدعك انت كمان ومنعك تخبرينا، وشو صلته بمحمود لكان ولا شو تواصل معه؟ عمل لك رحت لهنيك مشان استاجر السفينة والاسمه محمود ما كنت بعرفه. حضرة المحقق انا اول مرة بحياتي بشوف اللي اسمه محمود، ليش ما حدا منكم مصدقني؟ أنا ما دخلني موضوع الأسلحة أصلاً، أنتوا بتعرفوا هالشي منيح، مو أنا اللي ساعدكم تقبضوا على سليمان بالجرم المشهود، أنا ما دخلني بالأسلحة صدقوني، حتى أنا كل هاي القصص ما بفهم فيها. شو بدي أحلف لكم إنه هي أول مرة بشوف فيها محمود بحياتي؟ ما رح تلاقوا مكالمة واحدة بيني وبينه، ليش مو مصدقيني؟ والله ما بعرف. وين المحامي تبع المتهم؟ عطي تليفونك لألك، عطي تليفون واحد بس فيك تدق هذا المسموح. شو وضعه؟ للأسف ما عم يحكي شي، طبعا محمود ما حكى شي كمان. عم تدق للمحامي معي؟ عم تدق لعمران. هذا سلمي هو اللي بلغ عنك. ممكن تتصل بمحاميك عرفان بيك؟ ألو عمران أنا موجود بالمخفر ناطرك هون، فيك تيجي؟ يلا فورا.
مزبوط عمران؟ أنت اللي بلغت عني؟ إيه أنا. هددوك يعني؟ ها؟ أختك منيحة، أهلك مناح؟ الكل بخير، عرفان عود. عم قلك عود؟ عمران شو في خوفتني؟ المحامي برا ومعنا خمس دقايق. هلأ بشرح لك. أنا فكرت شو بدي قلك بيني وبين حالي، وفي مئة فكرة مرقوا براسي، وبجد تعبوني، حسيت مخي مسكر. أحياناً كتر التفكير مثل قلته، حتى ما بعرف من وين رح بلش. ولهيك روق وما تقاطعني لأحكي لك. وأنا صغير دائماً كنت نق على أمي وأبي وقلن أنا بدي أخ، بدي يلعب معي طابة، يحمي لي ظهري وقت أعلى خناقة، يشاركني بفرحي وحزني ويحكي له همومي. وقت التقيت فيك قلت بكفي، أنا لقيت أخي خلاص، انتهت أيام الوحدة البشعة، وهذا الأخ يلي راح يوقف جنبك. وحتى بكل السنين اللي ما التقينا فيهن كنت بتليفون منك، أرقد لعندك. بس بنفس الوقت كنت حس بتناقض غريب، شلون بيكون الأخ هو نفسه الغريم، هو نفسه الند، وهو الامتحان للثقة بالنفس. انت طفيت كل نجومي. بتذكر قبل ما تجي انت على الحارة تبعنا كنت انا اكتر ولد له شعبية، حتى الكل كان يغار مني، وانا كنت اول مرة بحس بالغيرة من مخلوق. هي شغلة غريبة كتير، ولا مرة انتبهت لهالشي؟ أكيد ما انتبهت ولا شفت، ولو شفت ما بيعنيك، كنت الشاب الناجح الجامعي واللي ما حدا قده، وبكل حارتنا أصلاً ما كان حدا معه بكالوريا. حتى أبي كان يتطلع فيك بإعجاب ويقلي لازم كل أب محظوظ يكون عنده ولد مثله. فمن جهة أنا كتير حبيتك وكنت بفديك بروحي، ومن جهة تانية كرهتك. عرفان عرفان عرفان، الصادق الذكي والمتفوق، الشاب اللي كان قدوة، الكل كان يحب هاي الشخصية. أما عمران أكبر مصيبة بالحارة. بابا حبك أكتر ما حبني. ومع الوقت غيرتي بلشت تخف، وصرت أقول عرفان مو ذنبه، جاوزت هاي المرحلة وكبرنا. بس بعد سنين رجع لي نفس الشعور، رجعت انت ربحت، وكنت أنا المهزوم يلي هربت من البيت. عمران ما عنا وقت كتير، شوي ورح يجي المحامي، فأحكي بشكل واضح لأني ما فهمت شي عليك. أنت شو يلي ما فهمته؟ شو يلي ما فهمته؟ بوقتها كنت صغير ويمكن ما كنت تستوعب، بس هلأ معقول ما حسيت بشي؟ ها؟ كيف ما حسيت أبداً أني بحب عايدة؟ كيف ما شكيت؟ شو عم تخبص هلأ؟ أي عايدة وأي حب هذا؟ أنت شو عم تحكي؟ ما عم خبص، أنا حبيتها وقدام عيونك كنت عم بتعذب، بس أنت غرورك عماك وما خلاك تشوف الحقيقة. أنت جنيت؟ قول مثلاً أنهم كانوا بدون يقتلوك، اللي هددوني بأختي أو بعتك كرمال المصاري، بس قول شي يكون مقنع، لا تقلي عايدة وعش. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أنا بغار منك. صح أنا حبيت عايدة قبلك، بس كنت مستعد ضحي بحياتي وما بيعك. طيب لكان قلي شو اللي خلاك تبيعني، قلي شو السبب؟ حبي لابني ريان، بيكون ابني. ريان شبك يا عمري؟ شو في يا روحي؟ شو صار انت منيح؟ حبيبي شبك، عم يجعك شي ولا شفت كابوس؟ شو في يا عمري؟ بابا كان معي وكان عثمي كتير وضيعته. ما
ماما بدي اشوف بابا. يا عمر. لا لا هيك عن جد كثير. ولك عمران انت جنيد، لشو هالكذب البشعي؟ مو كذب عرفان، وانا عرفت من يومين ولولا تحليل الدي ان اي ما كنت رح صدق مثلك. انت بدك تجنني ولا شو معناته الحكي الفاضي هذا؟ انا شفت عايده وواجهتها وترجتني مشان ما خبرك، بس هي حقيقه. ايمك من هذا التخريف وقول لي انت لشو بعتني. ولو تجاهلت هذا الشيء فهو واقع. شو قصتك انت؟ انا كمان كان اكيد انت جنيت اول ما سمعت، بس لولا ايله ما جابت لي التحليل مستحيل كنت صدقت الموضوع. لا بعد شيء بصير تقبل عمان، نحن اثنين غدرتنا الحياه. بعرف انه عمران عم بس هذا مو ذنبي كمان، فهمت؟ عمران روح يعني من هون فورا احسن ما بتلي فيه. عرفان طول ما انت موجود انا ما بقدر اكون اب لابني. لا تقول ابني يا حيوان، سكرت امك. ايه انت واحد مجنون وحياتي بدي اطمع الصف وانا حولك كرهي الحقيقه يا عرفان. ريان ابني عم تفهم؟ خلص يا حيوان خلص على هون، انا بخلص عليك. شو عم بتساوي يا عرفان؟ اهدى شوي، شو عم تعمل؟ لا تجن يا عرفان رح تضر حالك. هيك اهدى الله يخليك. خلص تكون يا اخي هديك، طول بالك يا عرفان. طيب روق خلص ما في شيء يا اخي، هذا المحامي تبعي، هذا المحامي ما دخله بشيء. طيب خلص ماشي هديك، خلص مشي الحال. بس نادوا المحامي بدي اشوفه. اهدى شبكون، طول بالك. ليش عم تحطوا لي الكلبشات؟ انا مو عامل شيء. اتركوني يا عمران. عمران وين المحامي تبعي؟ حبيبي ريان، يا عمري ابوك بيكون نايم هلا، فشو رايك ندق له الصبح؟ ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه، يرجى ترك رساله صوتيه بعد سماع الصافره. بتحب تحكي ليش وشفت بمنامك؟ شفت بابا وخفت وقت ضيعته. تعال حبيبي تعال، لا تخاف يا روحي، كابوس بشع وراح، ما تخاف لا تخاف. أبوك منيح، لا تأكله. يلا حبيبي تسطح وكفي نومتك. قلي لي وين أخديني؟ أنا ما شفت المحامي تبعي. هذا الشيء من حقي، أنا بدي أشوف المحامي. جيبولي المحامي، أنا لسه ما صرت متهم. لك وين أخديني؟ فهموني. طيب خلص بعدوا عني، ما رح أعمل شيء، بس اتركوني. لك أنا هديت، اتركوني بقى، أنا ما عملت شيء لحتى انسجن. شيء أنا شو عملت؟ هود بعد اهدى وإلا رح نزعجك. ولا صوت. اطلبوا المحامي تبعي، اطلبوا أوزار بيك شبك، اطلبوا المحامي تبعي. لك شو عم تعمل؟ لك شبكون، قلوا للمحامي يجي هلا. لكن الكلب الكذاب، اوسخ الناس ما عملوا عملتك. حقير، لك انت مين ولك؟ هل ابنه قال عمى؟ هدول اكيد عم يتامروا علي. لازم احكي مع عادل حتى افهم. اهدى شوي يا محقق، لو سمحت بدي احكي تليفون. تليفون ضروري، افتحوا الباب، افتحوا الباب. لك الحقير، في حدا لدي هيك؟ لك معقول بعد كل العشرة كيف قدر يحكي هيك كلام؟ بس واحد مجنون حقير. قالوا نعم. أنا آسف عم بحكي بهالوقت، بس اعتقلوا عرفان. ليش؟ ليش شو ساوي لحتى يعتقلوا؟ قال تهريب أسلحة ومدري شو. أنا كمان ما فهمت منيح لهلأ شو صاير معه، بس حكى معي عمران وتخانق معه. مدام الوضع خطير. كيف؟ الدكتور قال رح تكون ولادة مبكرة. هذا الولد ما بيشبهكم انتو الاثنين. اختي عايدة محظوظة كثير لأنها تزوجت رجال مثلك. ريان بيكون ابني. لو سمحت حضرة المحقق افتحوا لي، لازم احكي هاتف ضروري. لو سمحت حدا يفتح لي، افتحوا الباب، حدا يجاوبني. عمران
لو سمحت افتح تليفونك بقى، لو سمحت بترجاك تحاكيني. انت فيك تهرب من كل شيء اذا بدك، وفيك تهرب مني، بس من الحقيقه ما بتقدر تهرب. شو رح تعمل؟ رح تخبر عرفان؟ يعني عمران بترجاك، والله بعرف انك مشوش كتير، بس انا بترجاك. قبل ما تاخد اي قرار لو سمحت بس احكي معي ضروري، لو سمحت بالاول بس دق لي ومن بعدها تصرف. عمران بترجاك. جاي جاي. لك يا واطي، انت خليتهم يسجنوه، انت عملته. ايه انا عملته، وكله كرمال ابني. شو مفكرة سليمان رح يتركك بحالك؟ وين ما رحت رح يقدر يمسككن؟ كان بدكن تقضوها هربانين على طول وهو لحقكن؟ انتوا عرفان اعملوا يلي بدكن اياه، تنفلقوا. مصلحة ريان اهم منكن. لك انت شو عرفك اصلا بمصلحة ريان يا حقير يا عديم الاخلاق؟ شو عرفك بمصلحته؟ اصلا ما كنت فرقته عن ابوه لو كانت مصلحته بتهمك. ريان ابني انا يا خانم، لهيك أنا أضرب مصلحته منك ومن عرفان. إذا رحت عندي هاي الحقيقة رح تخسر كتير أنت وكل حدا بيوقف بوشي. خبرته ما هيك؟ إيه خبرته طبعاً، طبعاً بدي خبره. أنت قلت له ريان بيكون ابني. كيف بتعمل هيك شي؟ كيف بتعمل هيك؟ رميته جوات السجن ورحت لتخبره. تعرف شو ممكن يصير في جوا؟ رح يموت من القهر بين أربع حيطان. لك كيف تجرأت تخبره؟ لك كيف طاوعك قلبك؟ كيف؟ بهالحكاية أنا وبس، أما الكذاب والمنافق فهو أنتي، ولهيك إذا بدك تعاني عذاب الضمير تفضلي عاني لحالك. بعرف كذبت عليه وخدعته كمان وورطته بحياة كاملة، بس كذبتي ما كانت غير خير عليه وفضله ريان لساته لهلأ عايش. أصلا ريان ولد بفضله. بس أنت شو عملت؟ أنت ما حاربت كرمال ابنك، ولأنك بتعرف رح تخسر قدام عرفان رحت وطعنته بظهره. لهيك صدقني شو ما عملت ما رح تكون قبل ابني لو تطبق السما على الارض. ابني ما له غير اب واحد وهو عرفان. معناتها عم تفكري تساعدي عرفان مو هيك؟ روحي روحي وخبري الشرطه، قولي لهم عمران نصب له فخ. روحي قعد. رح اقول لهم، رح اخبرهم كل شيء. وما تنسي تقولي لهم ليش بلغت عن عرفان، وتقولي لهم ليش ضليت 8 سنين مخبي على الولد اني بكون ابوه الحقيقي يا عايدة، وليش مالي ولا صورة معه. ليش انا من 8 سنين لليوم ما احتفلت بعيد ميلاده ولا مرة؟ احكي للشرطة انت شو عملتي وكيف سرقت 8 سنين من عمري. هاد ذنبي مزبوط، ذنبي انا، بس انت هلا عم بتعاقب ريان وعرفان على شي ما عملوه. عملت شغلات الحقيرة بعرفان بس لانه غيران منه. حبيتي تقتنعي اني رح كون ابو لريان او ما حبيتي، هالشي بيخصك وما بيهمني. بس فكري فكري بهدوء، لانه الامر محسوم، ومن وقت ما عرفت اني ابو لريان عم فكر بهالموضوع، عم فكر بحالي وفكر شو لازم اعمل. عرفان رح يطول لعشرين سنه ما بقى رح تشوفوه، فالافضل تنسوه هلا. اصح وامن طريقه الك ولريان انه عرفان يضل بالسجن، وصار دورك تفكري بهالقرار المهم. بدك ريان
ولا بدك عرفان؟ شفت كابوس كنا بالغابة وإجا زلمة حملني وركض وأنا صرت نادي لك بابا بس ما سمعتني وما اطلعت فيني وبعدها فجأة لقيت حالي واقع بحفرة حفرة غميقة كتير لا تفتح تمك لا تمد ايدك على سلاحك اياك بخلص عليك ايديك لفوق ايديك لفوق عمل لك لفوق انا بس بدي احكي تليفون واحد كتير ضروري شغلة حياة او موت هاد تليفونك اذا بشوفك حدا والله لحتى يخلصوا عليك طالع تليفونك اياك تنادي لحدا افتح لي بسرعة كل شي بتحرق حالك وبتحرقني هالتليفون بيسوى عندي عمري كله بجوز ابني الوحيد ما يكون عن جد ابني انا قلبي محروق قلن جاي يلا جاوبهم فورا جايكن ماما ماما شوفي الو نعم الو عايدة عرفة بابا روح حبيبي عايدة أنا هلأ معتقل وحاطيني بالمنفردة عمران اللي بلغ عني إجا اليوم وقال لي كلام ما بيتصدق قال أي لأنه خليته يعمل تحليل دي أن إيه وقال لي انه ريان بيكون ابنه وانت وياك انتو تحبوا بعض قبل ما نتزوج هذا الزلمه شو عم يخرف يا عايده شو عم يخرف ليش عم بيقول هيك عايده جاوبيني عارفه عارفه عايده قولي اي شيء شو بدي أقول ما بعرف أنا آسفة عايدة ؟
Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? 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 Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? 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 Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz?